شو الأسباب ارتفاع أسعار تذاكر أبو أحمد حيث هي مهمة هذه؟ يعني هي المسألة مسألة عرض وطلب، بس قطاع الطيران من أكثر القطاعات اللي تضررت بأزمة كورونا. حلو. إيه، فممكن هذا أحد الأسباب. ممكن الإجراءات هذه الاحترازية وال الأمور زادت أسعار تذاكر. فعلًا هذه بعد أحد الأسباب، الإجراءات والتباعد وما إلى ذلك. وأيضًا لا تنسى شغلة البي سي آر. البي سي آر هذا يعني مصيبة على المسافر. خلينا نقول على عائلة مثلًا فيها 6 أشخاص، هذه 120 دينار وأنت رايح، ولما ترد بعد ثلاثة أيام 120، هذه 240 بس فحص يعني. وهو رايح مثلا بس دولة قريبة، رايح مثلا على سبيل المثال عمرة، أو رايح دبي، أو رايح يعني مبلغ